بداية أريد أن أذكر أن المغرب كيحتضن الدورة الثانية لجائزات كوفي عنان للسلامة الطرقية. التنظيم ديال هذه الدورة الثانية كيجي من بعد ما حظى المغرب بالجائزة الكبرى في أول دورة لهذه الجائزة اللي تم التنظيم ديالها السنة الماضية بغانا، واللي المغرب كان خد الجائزة الأولى. بعد ذلك تمت نظر المكان اللي كيحظى بها المغرب خاصة على مستوى الخبرة على الصعيد الإفريقي، تم طلب تقديم طلب رسمي بالنسبة للمملكة المغربية على أن تحتضن الدورة الثانية، وهو ما تم بالفعل. واليوم كنقوموا يعني بالانطلاق ديال الأشغال ديال هاد الدورة هذه. الجائزة كوفي عنان واحد الهدف اللي عندها اللي هو واحد الهدف اللي هو نبيل ومهم جدا، مهم جدا لأنه كيبغي يبين بأنه داخل القارة الإفريقية ورغم الإكراهات التي يعرفها ملف السلامة الطرقية والتدبير ديال ملف السلامة الطرقية على المستوى الإفريقي، إلا أنه كاين واحد المجموعة ديال التجارب اللي هي مهمة جدا والتجارب اللي هي رائدة. فكوفي عنان كيبغي يبرز هذه الجائزة ديال كوفي عنان أو هذه المبادرة كتبغي تبرز شنو هي التجارب الناجحة باش يطلعوا عليها دول أخرى. فإلا كانت مثلا تجربة في المغرب فيما يخص تدبير المؤسسة ديال السلامة الطرقية، إلا تقدمت كاين واحد المجموعة ديال الدول قد تستأنس بهذه التجربة وقد يتم تنزيلها أخذا بعين الاعتبار الخصوصيات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية لكل بلد. فاليوم يعني من خلال هذا اللقاء هذا غادي نكون يعني تكريم او تقديم ديال واحد 10 ديال التجارب في مختلف المجالات اللي هي مرتبطه بالسلامه الطرقيه، في الابتكار، في التقنيات، في الهندسه المعلوماتيه الى غير ذلك. فكاين واحد المجموعه ديال الجوائز ومجموعه ديال التجارب اللي غيتم تقديمها، وبالتالي غتكون فرصه باش الدول الاخرى تطلع عليها. الجانب الثاني اللي هو مهم هو انه على هامش او بالموازات مع التنظيم ديال هذا التقديم ديال التجارب الرائده، كاين ورشات علميه اللي كتركز على واحد جوج ديال المحاور اللي هي اساسيه، الورش ديال الرقمنه والورش ديال الذكاء الاصطناعي. اليوم ما هو ثابت ومتعارف عليه حتى في التجارب الدولية الرائدة على المستوى الدولي هو أنه الرقمنة والذكاء الاصطناعي كيمكن يحقق واحد القيمة مضافة في وقت سريع يعني وبشكل يعني مضمون في المجال ديال السلامة الطرقية. فهاد الورشات من طبيعة الحال هي فرصة باش يتم الإبراز والأهمية ديال الرقمنة وديال الذكاء الاصطناعي يعني في تحقيق هاد القيمة المضافة في المجال ديال السلامة الطرقية، واللي هو أساسي هو أنه غالبا في الرقمنة والذكاء الاصطناعي نعتمد على الكفاءات والمؤهلات المحلية اللي هي متواجدة. فإذا علمنا أنه القارة الإفريقية الحمد لله لديها مجموعة من الكفاءات البشرية يعني كاين واحد المجموعة ديال المؤهلات، فاليوم كيفاش يمكن نستمروا هذه المؤهلات بالاعتماد على الرقمنه وبالاعتماد على الذكاء الاصطناعي من اجل تحسين الوضعيه ديال السلامه الطرقيه على المستوى القاري.